رح نبلش اليوم بموضوع جديد اللي هو الدنتال ميديكامنتس، أدوية بنشوفها بطب الأسنان، أو بالأحرى هي مش أدوية، هي أكثر لمركبات وصولس وشغلات بتكون داخلة في الايجنتس اللي بنستخدمها في العيادة، مثلا دي سنسيتايزنج ايجنتس، فلورايد أبليكيشن جل مثلا أو فوم مثلا، الأسترنجنس، كثير شغلات، الديسنسيتايزنج حكينا، الأوبتندنس، كل هاي الأمور رح تكون تحتوي على مركبات، لازم نتعرف عليها كل مركب شو خاصيته. أول شيء رح نحكي عن الفلورايد. الفلورايد عادة هو بصير ناتشرالي بوضع طبيعي في بعض أنواع الأطعمة وبالمي، absorbed mainly من خلال الانتستنز while distributed لمعظم الجسم، وبصير له concentration أكثر في التيث والبونز والكدني، هي major root of excretion. تأثيره على الأسنان، teeth are composed mainly of calcium hydroxyapatite. بيجي بفلورايد بيتبدل المكان مع الهيدروكسيل جروب أو الهيدروكسيل أيون في الكالسيوم هيدروكسيابيتايت، وبياخد مكانها وبيربط مع الكالسيوم، فبيكون لي كالسيوم فلوروابيتايت اللي هو عادة more stable في الأسيتس أكثر من الكالسيوم هيدروكسيابيتايت، فبالتالي يعني more resistant للكيرز اللي ممكن يصير، بصير عندنا harder enamel. الفلورايد prevents decalcification of enamel by acids and prevents caries، لأنه هو more resistant للأسيتس حكينا، وبالتالي بيمنع الكاريز. كمان promotes remineralization للإنامل اللي بيكون بلش يصير له demineralization. The use of fluorides في الدنتال كاريز. الكاريز حسب ما درسته أو راح تدرسه يعني هو degenerative condition characterized by disintegration of teeth starting from the outer layer اللي هي الانامل، وجراديوالي بينزل شوي شوي ليوصل للسوفت تيشوز والبلب. المايكرو اورجانيزمز عادة الموجودة في الاورال كافيتي بتعمل ميتابوليزم للكربوهيدرات ريزيدجوالز اللي بعد كل وجبة ما بناكلها، بالمايكرو اورجانيزمز هاي بتعملها ميتابولايزنج، وبالتالي بتسبب تكون الاسيتس. هاي الاسيتس بتعمل ديمينراليزيشن اول ما تبلش بطبقه الانامل، وبتستمر لحد ما تصير كافيتيشن. There is increased incidence of dental caries في المناطق اللي بيكون فيها الـ drinking water عادة deficient في الفلورايدز. فبالتالي هون طلعوا لفكرة إنه الفلورايدز عادة used in the form of fluoridated مثلا drinking water، صاروا يضيفوه على المي، صاروا يضيفوه بسبلمنتس معينة، توث بيست يكون فيها فلورايد، جل وفوم يتطبق في العيادة، بارنش كمان، وماوث ووشز. طيب fluoridation للدرينكينج ووتر، fluoridation of drinking water has optimal concentration of fluoride اللي عادة بيكون effective بإنه يمنع الكاريز في سواء في الشيلدرن وفي الأدلتس، وهاد الأوبتيمال concentration هو 1 بار بير مليون، أو تقريبا 1 بار بير مليون تساوي 1 مليغرام of fluoride per liter of water. هاي الاوبتيمال ليفل occurs either naturally، يعني في بعض أنواع الووتر في بعض أنواع الأماكن هي من الله فيها كمية من الفلورايد بتوصل لل 1 بار بير مليون ومرات أكثر، ولكن في مناطق بيكون الووتر فيها بور للفلورايد، فهون في بتيجي فكرة الفلورايديشن أو الدرينكينج ووتر فلورايديشن، بتكون مسؤولة عنه شركات المي أو البلديات، وطبعا ما بيكون على كيفهم بيحطوا الفلورايد، بيحطوا الفلورايديشن كيميكالز بناء على ستاندردز معينة من وزارات الصحة، من المناطق المسؤولة عن هاي الشغلات، أو يعني مين اللي هي وزارات الصحة وبالتعاون مع البلديات. فالفلورايد اللي بنحط بيكون له درجة من البيوريتي معينة، نوع من أنواع السولت معين، مش أي صوديوم، مش أي فلورايد سولت بنحط، وطبعا هاي بناء على الستاندرز. طيب تمام لهون. أوكي. بال1940 بلشت دراسات تثبت إنه أو بينت إنه الناس اللي ساكنين في أماكن عندهم الدرينكينج ووتر في كمية فلورايد عالية عندهم مقاومة أو ريزيستنس للكاري وسليجنز أكثر من غيرهم.
فمن هون بلشت موضوع الفلورايديشن للدرينكينج ووتر، وصار أول مرة في اليونايتد ستيتس في 1945. وطبعا استمر الموضوع، مش فقط صار فلورايديشن للدرينكينج ووتر، لا صار ينضاف على التوث بيست، صار معجون الأسنان ينضاف له صوديوم فلورايد، صوديوم مونوفلوروفوسفيت وستانس فلورايد، كل هاي السولز عادة موجودة في التوث بيست اللي احنا بنستخدمها. The amount of fluoride في التوث بيست عادة ميجرد برضه بنفس الطريقة part per million، والتركيز عادة الاوبتيمم بيكون ما بين 1350 ل 1500 بارت بير مليون بالتوث بيست. عادة do you rinse your mouth with water after brushing your teeth to remove the excess fluoride؟ كل هاي الكمية بتشيلوها بعد الفلورايد، شو رأيكم؟ عادة احنا ما بنفرشي اسناننا بعد، ما لازم نمضمض اسناننا بعد ما نفرشيهم، لانه لازم نخلي الفلورايد وقت اطول ان كونتاكت على الاسنان. طيب الصوديوم فلورايد عادة تركيزه بيكون 0.2% في الماوث رينزز، او تقريبا يقدر 920 بارت بير مليون، وستانس فلورايد ممكن يكون 0.63% في بعض انواع الماوث رينسز حسب السولت. طبعا الرينسز should be used at different times of brushing، يعني مش ما وقت ما بفرشي انا استخدم المعجون، او لما افرشي اسناني استخدم الماوث رينز، لا، اولا لانه لازم نخلي بعد تفريش الاسنان الفلورايد على فتره طويله with contact مع الاسنان، فممنوع نستخدم الرينسز. الرينسز حتى لو كانت فلورايد ماوث رينسز بنستخدمها باوقات مختلفه. They can be used daily أو weekly حسب دكتور الأسنان شو بيقرر، حسب الريسكس الموجود عند هذا الشخص. الماوث رينز should not be swallowed طبعا، و to maximize the benefit، عشان نعمل maximization لل benefit patient should be advised not to eat أو drink أو rinse within 30 minutes of using the mouth rinse. طيب في كمان فلورايد سبلمنتس، مش فقط توث بيست ووتر، في سبلمنتس بنعطى للناس اللي عندهم فعلا ريسك انه ما عندهم فلورايد انف، وممكن فعلا يكون عندهم كيريوس ليجنز ديو تو بور فلورايديشن. عاده بنعمل لهم بريسكربشن للاطفال ما بين 6 months and 16 years of age في المناطق اللي بيكون فيها الدرينكينج ووتر نون فلورايديتد او بورلي فلورايديتد. That is the decision to prescribe the fluoride supplements بيرجع للطبيب، لطبيب الأسنان. أنتوا بتقرروا أمتى توصفوه بناء على الـ risk of developing caries، the fluoride content of drinking water في المكان اللي جاي منه هذا الشخص أو هذا الطفل، use of other sources of fluoride، هل بيستخدم toothpaste فيها fluoride عالي أو mouth rinses، وعمر الطفل طبعا. They are not recommended للأطفال اللي عمرهم أقل من 6 months. The fluoride supplements Irrational use of fluoride supplements can result in fluorosis. Sodium fluoride supplements are available as tablets, طبعا, lozenges, liquids, with a dose of supplements ranges ما بين 0.25 ل 1 milligram per day. تتذكروا مرة حكينا عن استخدام يومي مثلا لسبلمنتس ك اورال، مثلا بيستخدموها الدروبس بحطوها في تري سبيشال تري، هاي ممكن كلها اذا زادت عن حدها تزيد الفلوروسز. مش فقط عندنا اياهم توبيكال، عندنا اياهم سيستميك عن طريق التابلتس واللوزنجز، ونفس الشيء لازم نكون حذرين باستخدام الفلورايد سبلمنتس. The tablet or lozenge should not be chewed, should be chewed and then swallowed. Dairy products اكيد لازم should be avoided 1 hour before and after intake of chewable fluoride tablets. في كمان الفورم، الجل فورم او الجل والفوم، هدول تو فورمز من الفلورايد ممكن نلقاهم عند الدنتست في العياده، بنعملهم ابلكيشن في عياده الاسنان. عاده اللي بيكون متوفر هو الفلورايد فوسفيت بتركيز 1.23%، فوم او جل، او عندنا مثلا بيكون صوديوم فلورايد بتركيز 2%، او حتى في ستانس فلورايد كمان. الكونتاكت تايم عاده هو 4 minutes applied every 3 to 6 months interval. Care should be taken not to swallow the preparation. بيجوا بهالفورم، بيجي عباره عن جل او فوم حتى. والتريز هاي موجوده في الدنتال كلينيك، في منها سايزز، في بيدياتريك سايز، في ادلت سايز،
وبينحطوا على الأسنان وبيضلوا 4 minutes. ونفس الشيء بتنصح المريض for 30 minutes not to eat أو drink أو rinse their mouth. الفارنش is applied directly on the teeth by a dentist and is retained on the teeth for hours. يعني في هاي فورم تاني موجود في عيادة الأسنان غير الجل والفوم. في كمان عندنا فارنش. فارنش هيك طريقة الابليكيشن هي بينتينج، بيندهن على الأسنان دهن، بيحط ليفل بيحط لاير منه على الأسنان. طبعا تكونوا منتبهين إنه هاد مور كونسنتريتد than الجل والفوم، فبالتالي small quantity of the varnish فيها high concentration of fluoride. تطبيقه بيكون عادة سهل، وبنفس الفكرة بضل 3 to 6 months interval، بنضل كل هاي يعني كل 3 to 6 months نعمل له application عند عيادة الأسنان أو عند الدنتست. متوفر كصوديوم فلورايد 5%. إذا انتبهتوا الصوديوم فلورايد كان مثلا تركيزه في الجل 2%، بس هون بالفارنش 5%. طيب الفلورايد توكسيسيتي، عندنا acute fluoride toxicity occurs due to accidental ingestion of fluoride containing insecticides. عادة كان بيستخدموا هم الفلورايد بكميات كبيرة في بعض أنواع المبيدات الحشرية اللي بتستخدم في الزراعة. فإذا يعني accidentally صار ingestion لإحدى هاي الانسكتيسايدز فممكن يؤدي لـ acute fluoride toxicity. هون بصير عند البيشنت نوزيا، فوميتنج، ابدومينال بين ودياريا وهايبوتنشن وهايبوكالسيميا. الحل نعطيه جاستريك لافاج ونعطيه كالسيوم سولت تو بريسبيتيت الفلورايد. اذا بتتذكروا باول المحاضره حكينا الكالسيوم سولت بتعمل بريسبيتيشن او الفلورايد بيرتبط مع الكالسيوم وبكون كالسيوم فلوروابيتايد، فبالتالي لو اعطيناهم كالسيوم سولتس ممكن تساعد على البريسيبيتيشن للفلورايد وتقليل السيستميك توكسيسيتي. هلا الكرونيك فلورايد توكسيسيتي هي اللي اذروايز بنسميها فلوروسيس، اوكيرز وين درينكينج ووتر ذات هاز لارج اماونت اوف فلورايد بينشرب لفتره طويله، فبالتالي بيطلع على شكل فلوروسيس. قد يكون مايلد ببلش ب او بي بي يعني بريزنتد في الكلينيك بوايت اوبيك سبوتس او فليكس على التيث سيرفيسز. قد تكون ظاهره قد تكون بسيطه جدا، وكل ما زادت بالسيفيريتي بيصير لونها براونش اكثر، ممكن تترك بورز وريجولارتي على التوث سيرفيس. هاي عندنا اشكال الفلوروسز، هون فيري مايلد فلوروسز زي انتم شايفين، وايت فليكس او وايت سبوتس هون، مايلد زادت شوي صارت أوضح. المايلد دينتال فلوروسيس عادة ممكن نعالجها بشغلات زي البليتشنج، المايكرو ابريجن، كونزرفاتيف كومبوزيتس مثلا، ولكن كل ما زادت السيفيريتي بنروح أكثر طبعا للكونزرفاتيف كومبوزيت ولا الفينيرز أو أذر ريستوريتيف تكنيكس. دكتورة، تفضلي دانيا. مش كأنه الصور هون بتشبه الأمينوجينيسيس إمبيرفكتا؟ لا هاي غير عن اني جينيسيس بيرفكتا، بيكون لا الاميجن هي غير بس كشكل. شكلها ممكن خاصة هاي ممكن، بس ممكن هذيك بيكون وضعها غير، يعني كلينيك اللي بيكون فيها شغلات اكثر بريتلد انامل حسب وين وضعها يعني عرفتي. هون لا طلعيه هي بيكون التوث عادي بس بيكون في بورز وريجولاريتي وبراونش ان كلر. تمام. طيب النوع الثاني من المواد هم الاسترنجنتس. هدول الايجنتس عباره عن ايجنتس تستخدم عشان تخفف الاكسوديتس او السكريشنز من السوبرفيشال سيل لاير من خلال البريسيبيتيشن للبروتيز. لما ترتبط على لما تمسك وتؤدي لبريسيبيتيشن اوف بروتينز بتخفف الاكسوديتس، بالتالي بتحب تكون زي بروتكتيف لاير above this superficial cell layer. This will arrest capillary oozing when applied على bleeding surface. يعني هاي بالعربي هيك الاسترنجنس شيء زي بتعمل زي كأنها قابضة للسيل لاير، أو إنها يعني بتخفف من الإكسوديتس. فممكن إحنا نستغل هاي الصفة بإنه المناطق اللي بيكون فيها oozing أو superficial bleeding نستخدم الاسترنجنس فبتعمل arresting للأوزنج. من فوائدها كمان انها بروتكتس اجينست بكتيريا اند irritants. من ناحيه اولا
انها قد يكون لها انتيسبتيك افكت، هاي نقطه. النقطه الثانيه انها بتعمل بروتكتيف لاير، مش هي عملت بروتين بريسيبيتيشن في السوبرفيشال سيل لاير، فبالتالي كونت هارد سوبرفيشال لاير تحمي اجينست بعض انواع البكتيريا والاريتنتس، وكمان بتخفف الاكسوديشن في حالات اللي بيكون صار فيها انفلاميشن وإديما، لانها هي بتخفف الاكسوديشن ف بتخفف السكريشنز، كمان بتخفف من حالات الإديما. طيب انواع هاي الاسترنجنس، طبعا احنا بنحكي عن هاي المواد بتكون موجوده ب يعني بايجنتس ثانيه، ممكن نلاقاها ببريبريشنز، بماوث واشز، بتوث بيست، ممكن نلاقاها ب بايجنتس تستخدم في الدنتال كلينك نفسها. في منها انواع كتير، في منها اوريجينالي جاي من الفيجيتابلز، انواع طبيعيه، في عندنا ميتاليك جاي من بعض انواع الميتال سولتس، وفي طبعا اذرز بتشمل الكحول، ولكن الكحول عاده ما بيستخدم از استرنجنت ان ذا اورال كافيتي. فاحنا رح نركز على نوعين اللي هم الفيجيتابل استرنجنتس والمينرال استرنجنتس. من انواع الفيجيتابل في عندنا التانيك اسيد، هذا التانيك اسيد مستحضر طبيعي موجود في معظم انواع النباتات، في كثير نباتات موجود فيها هذا الكومباوند، بلانت ديرايفد كومباوند، مثلا انواع اوراق شجر البلوط، شجر السماق، كثير في موجود نباتات فيها التانيك اسيد. لونه بالوضع الطبيعي هو لو استخرج بيكون لايت براون، عندها ability تعمل precipitation للبروتينز حكينا، فبالتالي بتعمل superficial hard layer بتأدي لحماية للتيشوز من البكتيريا والأذر irritants. ممكن نستخدم التانيك أسيد أو تلقوه موجود في بعض أنواع الماوث ووشز، لو فتحتوا بعض أنواع الماوث ووشز خاصة اللي بتحكي إنها من 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 أوريجنز هيربال، يعني أو من مصنوعة من مواد هيربال أو مواد عشبية، ممكن تلقوا التانيك أسيد من مكوناتها. أز ماميفاينج ايجنتس، للأسف هذا الماميفاينج ايجنتس للأسف في بعض الدكاترة بيستخدموه، يعني أنا ضده تماما. ممكن تلقوا فيه تانيك أسيد بيستخدم عشان يعمل فيكسيشن للبلب، ولكنه هو يعني مش هاي الطريقة الصحيحة في الإندو، هذا موضوع ثاني بتاخذوه بالإندو. ممكن تلقوه في بعض أنواع الدنتفرايسز، ونفس الشيء اللي بتحكي إنها من أصل هيربال. أز هيموستاتيك ايجنتس طبعا، دنتين بايومينراليزيشن، لأنه في كتير دراسات أثبتت إنه البايومينراليزيشن ممكن يخفف او يحسن من الريبير في الدنتين من ناحيه كروس لينكج بروبرتيز، انه هذا التانيك اسيد له كروس لينكينج بروبرتيز، بيعمل بريسيبيتيشن لبعض انواع البروتين، فبالتالي بحسن البايومينراليزيشن. طبعا هذا موضوع جديد وعليه كثير ابحاث، واظن رح تتناولوه بعدين في الريستوراتيف والاندو. نوع ثاني من التانيك اسيد اللي هو الكاتيتشو، هذا نوع من انواع من شجره، اظن من شجره اكاسيا مستخرج، نفس استخدامات التانيك اسيد، نفس الشيء بيكون موجود في الهيموستاتيك ايجنتس، في دنتفرايسز، الهدف منه از استرينجنت. التانيك يوز مي اندوس هيباتيك دامج، هاي ملاحظه بس حبيت احكيها، لانه في بعض الريبورتس او بعض الستديز بينت انه ممكن الاستخدام الزياده له يسبب هيباتيك دامج، فشوي صار في انتباه باستخدامه. طيب الميتاليك استرينجنس، في عندنا اذر استرينجنس او مواد قابضه ثانيه ممكن تكون من اصل معدني او من جاي من معادن، مثلا الالومنيوم سولت. الالومنيوم سولت امثله عليها الومنيوم بوتاسيوم سلفيت او الومنيوم امونيوم سلفيت، هدول يعتبروا اريتانت للانامل، او اما الالومنيوم اسيتيت فهو لس اريتانت للانامل. في عندنا زنك سولتس، مثلا زنك كلورايد، زنك سلفيت، زنك اوكسايد، كل هاي بتلقوها في بعض انواع الدنتفرايسز، انتوا روحوا اطلعوا على معجين الاسنان في البيت والماوث ووشز بتلقوا معظمها مكونه من هاي الشغلات. طبعا بفرق نوع عن ثاني، يعتبروا طبعا لهم استرينجنت وانتيسبتيك بروبرتيز، ما بيعملوا ستيننج للتيث، وهي مميزه حلوه بالزنك سولت. الزنك سلفيت لس اريتنت للاورال ميكوزا، فبالتالي ممكن يكون بيستخدم اكثر في الماوث ووشز والديد فرايسز اللي بتستخدم بشكل يومي. ذا استرينجنت اكشن اوف زنك اوكسايد عاده ويكر از كومبيرد وذ اذر زنك سولتس.
الفيريك كلورايد نوع من انواع الاسترنجنس طبعا used as astringent and has declined as it can stain the teeth. طبعا احنا ما بدنا نستخدمه ويخفف لنا من المشاكل مثلا من الاوزنج او البليدنج في الجنجيفا مثلا ويروح يعمل ستيننج للتيث، هاي اكيد دروباك. السيلفر نايتريت والكوبر سلفيت كمان هدول بيعملوا ستيننج للتيث. طيب استخداماتهم زي ما حكينا تستخدم كهيموستاتيك ايجنتس، تستخدم كماوث ووشز، بينت لبعض انواع الاسنان مثلا في حبينا او مش حبينا، يعني في بعض الحالات ممكن بدنا فيها بعض انواع الستينز، دنتيفرايسز، ماميفاينج ايجنتس، اوبتوندنتس، وستبتيك افكت يعني الها الريستنج للاوزنج او السوبرفيشال بليدنج اللي بيصير في بعض حالات الجنجيفايتس والافتاس السس، كل هاي استخدامات للاسترنجنتس. طيب بس دقيقه بس احط الشاحن على التليفون على اللابتوب ده. اوكي نكمل عن الديسنسيتايزنج ايجنتس. الديسنسيتايزنج ايجنتس عندنا بنستخدمها عشان نعالج حالات دينتاينال هايبر سنسيتيفيتي. تعتبر دينتاينال هايبر سنسيتيفيتي او اللي بتصير الهايبر سنسيتيفيتي اللي بتيجي نتيجه الاريتيشن للدنتين بتعطينا شارب بين usually provoked by thermal او chemical او tactile او osmotic stimulation للدنتين اللي صاير له exposure او الاكسبوز دينتاينال tubules. These stimuli cause changes in the direction of fluid movement within the dentinal tubules. هذا كله أخذته بالأورال هيستولوجي. فالحركة هاي بالفلويدز الموجودة في الدنتال تيوبيولز تعمل irritation للبلب وبصير لها بتعمل يعني بيدركها الشخص كبين are perceived as pain. The ideal desensitizing agent should be rapid acting, إله long duration of action, يكون نون irritant. اكيد انا بدي استخدم desensitizing agent يخفف من sensitivity والبين وما يكون irritant مثلا للبلب. easy to apply سهل يعمل له ابلكيشن سواء في البيت للبيشنت او في الدنتال كلينك، وكمان ما يعمل staining للتيث ويعطيني side effect. طيب كيف بنعالج الدنتينال هايبر sensitivity؟ desensitizing the nerve by application of agents فيها بوتاسيوم. مثلا عندنا بوتاسيوم نيتريت 3%، بوتاسيوم نيتريت ماوث رينز مثلا 5%، او ممكن تلقوهم كتوث بيست. هدول بيعملوا تخفيف للسنسيتيفيتي للنيرف، بيعملوا بلوكينج للترانسميشن للنيورال سيجنالز. طبعا الميكانيزم مش كتير واضحه، ولكن زي ما مره اخذنا عن طريق انه الانكريز في الاكسترا سيلولار بوتاسيوم ممكن يخفف او يعمل بلوك للجنريشن للاكشن بوتنشال في البلب نيرف. الطريقه الثانيه من علاج الدنتينال هايبر سنسيتيفيتي هي اكلودينج ذا دنتينال تيوبولز باستخدام السولتس. اولا ممكن تلقوا ستانس فلورايد، صوديوم فلورايد، بوتاسيوم اوكزاليت، سترونيوم كلورايد اتسترا. في كتير مركبات عاده الفلورايدز والاوكزاليتس والكلورايد containing compounds help to seal the surface of the dentine, decrease the movement of fluid in the tubules and dimension dentinal hypersensitivity. بتسكر الدنتينال تيوبيولز بتعملها سيلينج، فبالتالي الاريتانس او الاستيميليشنز بتخفف من حركه الفلويدز داخل الدنتينال تيوبيولز. الابلكيشن اوف صوديوم اند ستانس فلورايد عاده بيعمل بريسيبيتيشن للكالسيوم فلورايد كريستالز او الكالسيوم فلورابيتايت اللي حكينا عنه. بيعمل از بارير ان ذا دنتينال تيوبيولز، بخفف من الموفمنت اوف ذا فلويد انسايد تيوبيولز. ولكن من سيئاته انه الكالسيوم فلورايد للاسف بيدوب في السلايفا، فبالتالي بالافكت تبعته بتكون ترانزينت ما بتدوم فتره طويله. البوتاسيوم اوكزاليت رياكتس وذ كالسيوم ان ذا دنتين
بكون لي كالسيوم اوكزاليت على سطح السن، ونفس الشيء بتسكر الدنتينال تيوبيولز وبتخفف من الفلويد موفمنت. The drawback of this preparation انه الكالسيوم اوكزاليت بتكون على على تو سيرفيس سهل يروح بالبرشنج العادي، فهاي كمان تعتبر drawback. طيب ممكن نلقاهم as agents that precipitate proteins مثلا غير السولز، نلقى agents زي الجلوتر الديهايد او زنك كلورايد سيلفر نايتريت من خلال precipitation للبروتينز، بيعملوا occlusion للتوبيولز وبيخففوا من حركة الفلويدز داخلها، فبالتالي بيتخف السنسيتيفيتي. الريزنز اند دنتال ادهيسيفز عادة هاي طريقة تانية ممكن تستخدم عشان تعمل سيلينج للدنتينال تيبيولز وتعمل تخفيف للسنسيتيفيتي. كيف نستخدم الديزنسيتايزنج ايجنتس او ليش بنستخدمهم؟ تستخدم عشان نعالج الدنتينال هايبرسنسيتيفيتي اللي ناتجه من جنجيفا ريسيشن. هاي مثلا حالات جنجيفا ريسيشن، هيك الجنجيفا بتنزل عن المستوى الطبيعي اللي لها، بصير في اكسبوجر للروت سيرفيس فبيسبب سنسيتيفيتي. لحالات اللي بيكون صار فيها ابريجن او ايروجن في الاسنان او في التيث سيرفيسز، هاي كلها ممكن تسبب sensitivity، فبنستخدم ال desensitizing agents. They can also be used to decrease sensitivity after periodontal treatment. بعض أنواع ال periodontal surgery أو treatments deep scaling أو root planning، كل هاي الشغلات ممكن تعمل sensitivity، فبنستخدم desensitizing agents بعد ال periodontal treatment. أو في البوتاسيوم نيتريت مثلا ممكن يستخدم before وديورينج التوث بليتشنج، لانه عمليه البليتشنج هي بتعمل سنسيتيفيتي، ف بوتاسيوم نيتريت ممكن يخفف منها. هاي انواع الديسنسيتايزنج ايجنتس، ممكن نلقاها از جل، ممكن تلقوها توث بيست، طبعا في انواع كثير مشهوره. في ممكن نلقاها ماوث ووشز، ممكن تطبق في عيادة الأسنان مثلا، زي هذا التيوب ممكن تلقوه في عيادة الأسنان، ممكن تلتقى على شكل أدهيسيفز ينعملها لايت كيور حسب الشركات المنتجة. اليوم خلينا بكفي هون، وصلنا 28. كتبت كلكم أسماءكم على الحضور والغياب.